احد مشاريعنا المتميزه هو مشروع الفقاسه، بنحب نقدمه النهارده وهو تحدي من تحديات الكابستون اللي هو الغذاء او نقص الغذاء. طلابنا بيتحدوا بمشروع الفقاسه، نحب نقدمه وهقدمه مع الاستاذ بتاعهم الاستاذ احمد الجباوي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. احد المشاريع والتحديات في مشروع الكابستون هو كان فقاسه البيض، والهدف منها فقاسه البيض اللي هي استخدمناها من اجل تطبيق مشروع اعاده التدوير في صف ثاني ابتدائي. ازيك يا سيما، اريد ان اقدم لكم مشروع الفقاسه، وصنعناه بكرتون معاد استخدامه ولوناه ووضعنا مصباح الكهرباء اللي ضد درجة الحرارة تكون 37 ونصف، وإسفنجة مبللة لمحافظة على الرطوبة على 50%، ووضعنا زجاج بلاستيكي للنظر إلى البيض. البيض يبقى داخل البيضة لمدة 21 يوم ثم يفقس ويعطينا صوص.